كأي سياسي لابد أنك قد اشتركت في التنظيم، في المظاهرات، في المنشورات، في الاجتماعات في بغداد أو في كردستان. يعني كيف كانت تنظيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يدار في بغداد وأنت كنت طالبا في ذلك الوقت؟ حقيقة حزب الديمقراطي الكردستاني كان لجان موجود، يعني خلايا، وإحنا لأنه في بعد 61 تحولت التنظيمات إلى تنظيمات سرية، وكان عندنا تعليمات الخلية لا تكون أكثر من 3 أشخاص، مسؤول الخلية وشخصين، مثلا نروح قهوة في شارع أبو نواس أو في أي مكان آخر بحيث لا يشكون، قاعدين بالقهوة ونشرب شاي، نشرب كوكر، نتحدث، إحنا طلاب بدنا كتب وشوف تعليمات الحزب شكو عندنا. واللي يكتب تقرير على اجتماع الخلية يكتب في فرد شيء يعني مثل هاي مال الجقارة يلفه حتى إذا تعرض للاعتقال يبلعه بحيث حتى لا ينكشف أحد. هكذا كانت التعليمات. يعني إحنا مثلا في 63 أنا كنت عضو لجنة منطقة بغداد لاتحاد طلبة كردستان، وكان مسؤولنا محمد صديق وهو من أهالي بينجوين، استشهد في شباط 63، ومعي عضو آخر اسمه عدنان حاج موسى وهو من أهالي زاخو، وتوفي قبل عام حسب ما سمعت في دبي، كان مهندس، كان رجل طيب. كنا حقيقة ما نعرف كيف نعقد الاجتماعات، هو أخوه عند أخ اسمه عبد الإله بعثي حرس القومي، عند أخ حسب هو ما يقول شيوعي. إخوان المسلمين عند أخ شيوعي، فهو بيتهم بالأعظمية، أعظمية هم قرر الحرس القومي، قال أنتوا تعالوا إحنا نروح في بيتنا نعقد الاجتماعات، لأنه عبد الإله بالحرس القومي ما حد يشك بينا. فكنا حقيقة نروح في بيتهم نعقد الاجتماعات أغلب الأحيان في أوقات المهمة، إلى أن أعتقل محمد صديق واستشهد، بعدين انقطعنا عن الاجتماعات. هل كنتم يعني تتساءلون داخل الاجتماعات أو تسألون مسؤوليكم عن المطالب الحقيقية للكرد، عن علاقة الكرد بدول الجوار، عن وجود كما يقال إسرائيليين في شمال العراق؟ والله حقيقة ما كنا نسمع عن وجود إسرائيليين، وهذا كنا يعني لما نسمع إحنا دون أن نسأل نكذبه. لأنه لماذا تكذبونه دون أن تسألوا؟ لأنه شعب الكردي شعب مسلم متمسك يعني بالدين الإسلامي، والشعب الكردي شارك في نضال الأمة العربية في جميع مراحلها. طيب الآن في هذه اللحظة ما هي الآن في هذه اللحظة ما هي قناعاتك؟ هل تعتقد أو تقتنع بأن هناك تسلل إسرائيلي موسادي إلى شمال العراق في فترات معينة من تاريخ العراق أم لا؟ في وقت الحاضر أم قديما؟ يعني في الستينات، في السبعينات. إيه طبعا حدث في ذلك الوقت، أنه في الستينات في عهد يعني في 63 تعاونوا مع، لأنه أنت تقول عدو عدو صديقي، أنت لما تضطر يعني إلى الموت يعني تستعين بأي شخص يقدم لك مساعدة. يعني وهل تعتقد أن الإسرائيليين يقدمون المساعدات للأكراد لسواد عيونهم؟ والله لا، والله هم ضد العرب يعني، بس هذا طبعا إحنا ما كنا نعرفه وما كنا نؤمن به. طيب لماذا يرضى الأكراد لأنفسهم أن يكونوا يعني ورقة يوظفهم الشاه ضد العراق، ويوظفهم الإسرائيليين ضد العراق، والكل يضع السلال في سلته والأكراد هم الأداة؟ وهذا ما تبين حقيقة بعد الانشقاق كما ذكرت. يعني لما صار انشقاق في 64، أستاذ إبراهيم أحمد وجلال طالباني توجهوا إلى إيران واستقبلوا بحفاوة، فهنا طبعا مع قواعد الحزب صدمة شديدة. يعني كيف شاه إيران يضطهد الشعب الكردي، أكثرية ساحقة في كردستان إيران، حتى لا يستطيعوا أن يكتبوا كتابة باللغة الكردية، محرومين من كافة الحقوق الإنسانية، كيف يؤيدوا حركة قومية كردية في كردستان العراق؟ ولهذا فقد هؤلاء ثقة القواعد، ولهذا
تركنا صفوف الحزب في متى ترك صفوف الحزب أنت؟ أنا تركت في بداية 67 وأسسنا حركة رزقاري كرد، لأني مثلا كنت أعتقد أن الإنسان لا ينبغي أن ييأس وأن يحول اليأس الأسود إلى الأمل المنير. لا تيأسن إذا كبوتم مرة، إن النجاح حليف كل مثابر. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولهذا التقيت بحميد عثمان في منزل الأستاذ عوني يوسف، وهو محامي معروف وعضو لجنة مركزية سابقا للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحميد عثمان سكرتير الحزب الشيوعي الأسبق، واتفقنا على إحنا ثلاثة على تنظيم جديد تحت اسم حركة رزقاري كرد. ماذا تعني يعني حركة؟ هذا يعني تحرر الشعب الكردي، تحرر من التخلف، تحرر من الجوع، تحرر من هالقضايا. فهذا في أواخر 67. يعني هذه حركة خرجت من ثوب الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ مثل أنا كنت في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حميد عثمان كان سكرتير حزب الشيوعي من متعددة يعني. فكان حميد عثمان شقيق محمود عثمان؟ لا لا، حميد عثمان من أهالي أربيل، محمود عثمان من أهالي سليمانية. حميد عثمان لا. ماذا تعني حركة رزقاري؟ حركة رزقاري يعني حركة ماذا تعني في أهدافها أقصد؟ أهدافها حقيقة إحنا يعني كنا ندعو إلى الحكم المحلي في البداية، وليس يعني حكم المدن بنفسها؟ تقريبا يعني حتى يعني لا نستفز، يعني حتى في البداية هكذا يعني كنا نعتقد. ومهم قادت هذه الحركة أولا حميد عثمان أصبح سكرتيرا للجنة العليا، وثانيا عون يوسف، ثالثا أنا، إحنا كنا ثلاثة في البداية، ثم أستاذ صالح الحيدري وهو من المناضلين الأكراد، والشيخ علي غياث الدين نقشبندي، ومحمد أمين الحيدري، وناصح القاضي كان مدير شركة الدخان العراقية. لا أدري، أنا أعرف معظمهم توفوا، لا أدري. السيد ناصح، وهل أعلنتم يعني موقفا من الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ إيه طبعا أعلننا، وحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ يعارضنا. ولكن الشيء المهم هذا موجود عندك في هاي جريدة الثورة، أنا إحنا في أواخر 67 شكلنا حركة رزقاري، بعد ذلك بشهر أو شهرين، وفي كانون الثاني يناير 68، هذه تاريخ أرجو أن، الآن إحنا في 2008 قبل 40 عاما بالضبط، في كانون الثاني 68 أو في ديسمبر 67 تلقيت دعوة من مرحوم إدريس البرزاني نجل، الزعيم الخالد مصطفى البرزاني قائد الحركة القومية الكردية في قلالة في أقليم كردستان، وهذه الدعوة حمل إلي شخص اسمه عريف سليمان أبو جمال. فأنا بتاريخ 25 كانون الثاني ذهبت إلى القلالة، وفي 69 نعم يعني 68 قبل مجيء حزب البعث، حزب البعث جاي إلى الحكم في تموز، في تموز، وأنا في الشهر الأول. فرحت إلى قلالة، وكان يرافقني شقيق زوجتي اسمه شاكر عمره 16 سنة، كاتواني في هذا مذكراتي، وشاب أسمر. رحنا في عاد عبد الرحمن عارف، طبعا هاي كان بي مخاطر لأنه إحنا رحنا لهناك ممنوع. فذهبنا إلى القلالة، وكان في استقبالي المرحوم فرانسوا حريري، الآن ابن وزير الصناعة في هذه فوزي حريري، نعم فوزي فرانسوا الحريري. فودانا إلى مكان مخصص، ونادى على البيجمرقة، قال إذا شخص سأل عن أستاذ محمد لا تقولون جاي من بغداد، قولوا هذا صحفي أجنبي. وفي اليوم الثاني 26
القانون الثاني أعتقد يوم السبت أو يوم الجمعة ذهبنا إلى ناوفردان. ناوفردان هم منطقة قريبة من قلالة، وهناك اجتمعت بالمرحوم إدريس البرزاني ومعه المرحوم سامي عبد الرحمن والدكتور محمود عثمان وهو عضو مجلس النواب العراقي حاليا. ماذا كان يتمحور عن ماذا كان يتمحور الاجتماع؟ حقيقة أجرينا حوارات والمناقشات حول قضية أنه حزب الديمقراطي الكردستاني ما لازم يعني تمنع الشعب الكردي من ممارسة النضال أو تعتبر كل حركة أو كل جهة خارج قيادة الحزب هو خيانة أو مثلا ما تقدم قضية الكردية. حقيقة مرحوم إدريس البرزاني رجل فاضل مثقف يعني يصغي ويعني يعطي ويأخذ، يعني الرجل يعني فاهم السياسة، وهو شرح أنه إننا يتهموننا بأنه ملا مصطفى ديكتاتور وملا مصطفى كذا. قال ملا مصطفى ما يبقى إلى الأبد، ملا مصطفى يأتي فرد يوم هو هم يرحل وإحنا هم نرحل، لكن تعرف ظروف كردستان الجغرافية، إحنا محاط بنا إيران ومحاط بنا تركيا. ويعني أنت كيف قرأت هذا الاجتماع؟ هل هو بإيحاء من مصطفى البرزاني؟ لا أدري لا أدري. المهم ذاك الوقت هم كان يريدون يكسبون الجماعة جلالة طالبان، يعني تعرف كإنشقاق بيناتهم. فحقيقة بعد هم ذهابهم إلى إيران معظم القواعد الحزب لما انفصل عنهم عادوا إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني جناح الزعيم مصطفى البرزاني، وأني كنت حقيقة مسؤول منطقة بغداد لاتحاد طلبة كردستان، كنت عضو مكتب سكرتارية اتحاد طلبة كردستان، وكان معي السيد أحمد شريف وهو كان سابقا عضو برلمان كردستان الآن حاليا يمكن متقاعد، وبكر حاج حسين وشهزاد صائب، هذا استشهد في حادث سيارة كان وزير الزراعة مع جلال طالباني. وأنا باعتبار يعني عندي يعني قاعدة شعبية ومسؤول جامعة بصرة اسمه نظام الدين قال لي هو مثلا كان معي وعرفوا بأنه أنا يعني قواعد معي، وبعث إلي هذه الدعوة وأنا استجبت لهذه الدعوة.